الطائي الذي حقق 3 انتصارات توجه جنوبا لإعادة اعتباره أمام ضمك الذي فاز عليه 2 الموسم الماضي، فماذا حصل في لقاء الفارسين الشمال والجنوب؟ ربيع أبو شقرة. الطائي لم يعرف الانتصار إطلاقا في مواجهاته مع نادي ضمك في دوري المحترفين. بثقة جلس مدرب ضمك كريشيمير ريجيتش يبتسم من خلف الزجاج، وكأنه كان يعلم ما ستشهده هذه المباراة. فارس الجنوب يتسلح بالتاريخ، وفارس الشمال يبحث عن الفوز في المحالة. منذ بداية المباراة ظهر ضمك أكثر قدرة على الوصول إلى مرمى الحارس البرازيلي فيكتور براغا، فيما كان الطائي عاجزا عن خلق المتاعب لدفاع ضمك. ومع الوقت بدأت الخطورة تظهر مع كرات الزين وأنتونيتش ونونو، وتنال تصفيق الجهاز الفني. والكرة الأخطر في الشوط الأول تأتي من الكرواتي أنتونيتش، ومرمى الحواتم ينجو من ورطة بفضل فيكتور براغا. يضغط بكل ما أوتي من قوة. قوة وقف بوجه الحارس براغا وحيدا مطلع الشوط الثاني، لكنها مع الوقت أثمرت، ومن أول هفوة أصابت الكرة الثابتة انتهت بتسديدة على مرحلتين من العمار، والتقدم صار لضمك. هذا المرور من الجزائري أمير سعيود باتجاه مرمى مواطنه مصطفى زغبة ذكر الحضور بوجود الأخير، وهذه الجملة من الطائي جاءت كردة فعل من أجل البحث عن النقاط المفقودة. ورغم صعوبة الوصول إلى مرمى ضمك كاد سعيود أن يعادل النتيجة، والانفراد ضاع بطريقة غريبة. كيف ضاعت لا أدري. بالمقابل مرمى الطائي ينجو مجددا من 2، والحارس ينقذ المزيد من الكرات بمعاونة القائم. لكن ماذا سيأتي إلى هنا بعد حين؟ كرة عابرة للملعب تسقط خلف كل هذا الجهد، خلف الجميع وخلف برونو، والمصدر مصطفى زغبة، والطريقة مباشرة. زغبة يدخل تاريخ دوري روشن والكرة السعودية من الباب العريض، وهذا الهدف أنسى الجميع حتى نتيجة المباراة التي انتهت فعليا قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية. ربيع أبو شقرة، صدى الملاعب. بهدفين مقابل لا شيء، هذا الرجل هو فوز مدوي لضمك بهدفين، لكن هدف الحارس زغبة يدخل إلى تاريخ دوري روشن أو دوري السعودي من أوسع الأبواب بدون شك. هند، والتقرير من ربيع اختصر قال انه الهدف انسى الجميع المباراه. بالتاكيد، وبعد المباراه الكل يتحدث عن الهدف ولا يتحدث عن النتيجه ولا يتحدث عن 3 نقاط بالنسبه لضمك او خساره الطائي. في المجمل ضمك كان الافضل، كان هو صاحب المبادره، كان هو صاحب الخطوره. مع التوقف هناك ضحايا بالنسبه للدوري. الطائي قبل التوقف كان هو الفريق الافضل فنيا حقيقه، ولكن مع التوقف شاهدنا أنه بعيد عن مستواه. طيب. وبعيد حتى عن روحه القتالية. بالمقابل المدرب أو بالأحرى الحارس براغا، يعني فيكتور براغا، قدم كل شيء في هذا اللقاء. نعم. إلا الخطأين جابوا. الخطأين اللي سواهم هم شال الهدف شكله ما حينام. أنا مكانه والله ما أنام اليوم. ما أقول، كان بيكون نجم المباراة ورجل المباراة، يمكن حارس الشهر بيكون على الصدات اللي صدها اليوم. لكن الخطأين اللي خطأ ما يخطأ أي حارس بدائي، سواء الكرة العرضية اللي طاحت من يد أو الكرة اللي هي جت من بعيد، المفروض كان يوقت صح. لكن هاي كرة القدم أحيانا غدارة على طول، نفس البحر. إيه والله. ليش بيستعصي على الطائي؟ يعني الفوز أمام ضمك حتى الحين أستاذ عيسى. صحيح. وحتى قبل المباراة كانت يعني الجوانب الإعلامية تركز على هذا على هذا الجانب، وبقت الامور على ما هي عليه. بقى ضمك دائما هو او علو كعب ضمك. ليش؟ شو الاسباب يعني؟ والله شوف، تاريخيا في بعض الاحيان تجي مثلا على سبيل المثال الطائي مع الاتفاق، تاريخيا دائما الطائي واقف الى الاتفاق. تاتي حتى في الدوريات العالميه. وعلى فكره اذا انت قلتي انه هو لو كنت مكان حارس الطائي لن تنامي في فيكتور براغا. نعم، في دوري نسائي بالنسبه في الدوري السعودي ان شاء الله بينطلق
تعالي مع احد الفرق ونشوف لما يسجلون. لا 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 انا مكان الحارس وقلبي وجعني يعني. لا 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 انا اتفرج اقدم برنامج بالكثير يعني، اصير اركض 90 دقيقة مش قادرة. الحارس يرتاح على فكرة. ابن اختي يحب يلعب بس حارس من كثر ما هو ما يحب يركض ما يحب اسميه الكسر. خلي يعطينا رأينا في الحارس. يلا اذا من هو رجل المباراة نتابع. بس حابة أنوه شيء عشان ما يزعل مني ابن أختي لما أقول له ليش ما تلعب هجوم، بيقول لي أهم شيء في الفريق هو الحارس. أي نعم. أهم شيء ويحب الحماية أكثر. بيقول ما يحب يركض.